ياو واتس اب جايز واتس اب دراري بنات رجعنا لكم بنوفل فيديو نوفل رياكسيون. المهم لا رياكسيون ديال اليوم غتكون على زاكو اس دي برود باي 213 سو ما عرفتش بزاف على هذا البرودكشن ديال 213. المهم اللي عارف يقول لي تحت في لي كومونتير كي دايروا اليوم غنتسنطوا بلا ليزيات بلا والو. المهم جاوا قالوا لي هذا كلاش بقيت كنتسنى ما درتش رياكسيون حتى داز 23 ساعه وراه هو دابا 133 الف مشاهده و 15 الف لايك. سو بلا ما نطول عليكم فخلينا نمشيو ندخلوا ليه. كيما كنشاهدوا في المينياتور كاينه بوبيا فهمتي وكي شغل موخوزه بدوك دوك تاع عم دوك المسامر هكا موخوزه بها. وقال لك هذه البوبيا شحال هذه كانوا كيديروا بها السحر على ما كنظن شحال هذه كي شغل كتحكم في بنادم راه كنشوفها في الافلام بزاف كي شغل كتشدك الا ضربتيها ما عرفتش داك الانسان الاخر بحال كيتوخز من هنا من القلب ولا ضرب شي هنا يقدر يموت مع داكشي ديال السحر الله اعلم. صافي بلا ما نطول عليكم فخلينا نشوف رياكتيو زاكو اللي جات بكلاش ليوبي هادشي اللي قالوا لي في انستغرام بيان سي راهو هنا. شكرا على 3000 ابوني في انستغرام كنشكركم مره اخرى. اوكي هادشي اللي كاين فخلينا نوصلوا ل 100000 ان شاء الله في يوتيوب قبل ما توصل 2020 ان شاء الله بحول الله نقدروا نديروها. وهادشي اللي كاين زاكو وجعتك عضة خلينا ندخل. يوم نكسر لا بوبيا راهي موخوزة بس لو جامي لا تقاوم بوش دايفات بقى تحاول مدام فيكتورين تحاول كرتني فلي كان طايت زاكي غاول قلت لك ما كان لا تغام رباش دونتا شدو في تصاوم جيك في لامبورت كان اول شغل امر امبوزي بتقدر ما معدش نقول لك تتقامر ماشي فوق ضاربي في باصة واحد اخرى تطلع ما قناتكش بوبي بس كي درتلك غير الاصبع اسمع تطلع الاكس في اليوم على الصقلم تعود قدام اوكي حتى الان صراحه الفلو ديال زاكو فلو اللي ناضي بزاف وكيشغل بحال كيسرع شويه في اللايركس ديالو عليها ما شديتش مع شي نوطات ولكن كلاش نعتبره انه زوين كلاش زوين كملوا الطراق تحكي على الحقرة بيتي امو دي موندي في السطرة تدي شدي غير احبط من الشجرة في دفي رفت في يدي من الزبرة وي وي دي شيك ديك وما كاش من قبرة شريكي كوش كوش ومحشي مش حكيلي التكنيك راني مستالي في القمرة بيكنيك تحسب في اوراق الخضرة ماشي ليك ليك بار بي بلون كامو في بار بلونش زاكو البهن كيم طبات الشونس يوم تخلص كاش يوم بعد الترونش بعد القد حقيقية خير مرة في الأرض تغير مور ليكرون ربع البديكم بالسينما ولي بديبون جي انا الباس بالرجية عندي بيبرون فيهم بزاف نقلب لي باش بايبون ام باس بيتش ام باس بيتش yeah yeah you're a boss bitch yeah yeah okay yeah 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 ooh سون فارك فانسي سون شوفني كبير ترمو بيسون سون ميسون
جو كونسوم زيد نكونسومي حتى الراب كاين ما رايتك طير لاصوم اي صون صون سانك صون صافي ديزاني وانا غير اللون صون ما جابنيش الاسم جابتني لاري صون واحد ما راضي بيك كيما الفوت داتي صون حكي بواش درت تحكيش بيه هو انا حيلها وترسين تعرفش عندك تم سوا 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 واحد ما راضي بيك كي الفوت تاع ديسمبر كما كنعرفوا ان الجزائر غادي يكون الفوت تاع واسمو يعني انتخابات في 12 ديسمبر على ما كنظن قال لي حتى الفوت راه ما راضيش بيه وكما شفنا يوبي خرج ما عرفت في ستوريات ديالو خرج البارح ما عرفت ولا البارح في البويره وما عرفت كان ما عرفت شنو كان شي بلان تما في البويره كانت شي حاجه المهم كانت مبردله في البويره اصلا الناس ديال الجزائر على ما كنظن ان الاغلبيه متفقين انهم ما يفوطيوش شي كنظن بلا ما كندخل في هذا الشيء المهم نايس بنش لاين سنه طويل اليوم بعيد لوا فرح به كان يقول بلي فريدي صبر صبر نوقف هنا واش عمر يوبي استعرف باللي زاكو قوه قولوا لتحت في لي كومونتير هادشي اللي حبيت نعرف كيشغل قال لي انت شي كوره زاكو قال لي البارح كان يقول عليا قوه ناضي كاين ديكالاج هنايا ما عرفت واش انا اللي سمعت ولا لا صاري الزوني توا مام تشيسي كمناك حراك في الراب حبطناك اكسبيرسي نقول هاد زوج كلمات ونغلق الدوسي 5 دقائق هو ساكت في اليوتيوب باسكو كان يسوسي فري في الواعر نايس او شيت صاحبي الاخر اوترو يو بي لي كول اي فيني الاوترو وا هادي شي ميكيات ولا شي حاجه المهم باش ندخلوا ليها يو بي اي كول اي فيني ايا يو بي لي كول اي فيني تا 51000 مشاهده شي رسوم هذا على ما كنظن او ماي جاد صراحه كلاس زوين وصراحه كان واحد الديكالاج في الوسط ما عرفتش علاش حتى يوبي قالها لهم الصاي
يوبي راه قال لهم في ستوري الا سمعتو حتى هو قال لهم كان ديكالاج وكان توحويح. استغفر الله يا رب من ما عادش كان ديك او شيت كان شي واحد ما خاصش قاد قاد كل احتراماتي من ريكومديش الواحد يطيح في الريتم ويوحوح في وسط البيت اللي يمشي وراه قريب وفرف وترتروني فهم بعد كراش ويوبي قال لك ما كنتش صراحه نجاوب بصح احترمت رغبه الشعب خشان اللعب سو فريمون كلاش زوين وخشان اللعب يوبي وهذا الشيء اللي كاين كلاش ناضي ناضي بالنسبه لي انا عجبني البلان على حسب عجبني الكلاش فريمون كلاش زوين ما كانش فيه تطيح على ما كنظن كانوا دي بينش ما عرفتهمش انا ما جبتهمش انا شخصيا انا هذه غير رياكسيون وكانت شي حاجه غتشرح شرحوها لي نتوما لتحت انا ما عرفتش علاش كان طراك طويل بزاف اون بليس ما كنتش كنتصنت بليزيات سمحوا لي بروميير هذا هو الغلط الاول المهم كانت رياكسيون خرجت هكا وصافي هادشي اللي كان وكان معكم اما الاحمدوك ما تنساوش لايكو وتبارطاجيو اوماكس 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 مع صحابكم وحبابكم لحقوا 100,000 بالك ما عرفتش سو كاينه لايك سبسكرايب بارطاجيو بيس وتهلاو و فريمون الانستري هنا اللي تستعمل ولا البيت اللي هنا تستعمل زوين زوين شايف البيت زي الفل جاليه مع الفلو ديالو يعني كان واحد التناغم زوين مع الفلو تاعو والبيت وهذا اللي كاين وكنت نو يوبي يرد حيت قال لي خشان نلعبو استوحوا هكذا من النوت تهلاو خوتي تراك غادي نعطيه سعود على 10 حيت عجبني الكلاس عجبني الكلاس قد ما انه طويل وسالها بواحد لابارتي ولا الاوترو ديال واحد واسمو ديال واحد الروسون يوبي اكول افين.